فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب، تتمة، لأنني متعب جدا، تتمة على الأدب مع العلماء، أو بينا بأن الإمام البخاري كان يفتخر بأن أباه سمع من مالك ورأى حماد وصافح بن مبارك بيده، صارت منقبة أنه رأى العلماء وسلم عليهم. وهذه سبحان الله، الآن هم يقتربون من العلماء اقترابا عظيما، ومع ذلك ما تراهم إيش؟ ما تراهم يعبؤون. وهذه دلالة على أنهم في أنفسهم في نزول، وأمتهم أيضا لا ترتقي، لأنهم مدار الرقي على التمسك بما كان عليه السلف من فهم العلماء وتقدير العلماء، وأيضا التبجيل مع معرفة القدر. هذه مادة الارتقاء، هذه مادة الارتقاء. نعم، عليكم السلام وبركاته. لذلك أن الشافعي يعني كان أعد الشافعي زيارة أحمد له فضلا منه، أي من أحمد، وأحمد تلميذه، لكن عد أنه زاره عندما سمع بمرضه أنها منه فضل، وزيارة لأحمد فضل له أي الشافعي. وهذا أدب جم على ما قال طبعا، يعني الشافعي لما تعجبوا وقالوا بذلك أنشد بيتين عظيمين. قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل ما تعدت منزله. شيخ يقول ذلك عن تلميذه مقدرا، عالما بمكانته ورفعته. انظر ماذا قال. قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل ما تعدت منزله. إن زارني فبفضله. تفضل يا فاطمة. إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله. شوف الباء واللام، شوف الباء واللام كيف الفرق بينهما في هذا الباب. الله عنكم، أحسن الله عليكم. قال: إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. الشيخ يقول ذلك عن تلميذه، سبحان الله. هناك من تراه يقع في تلميذه لأنه قد خالفه، أو يقع في شيخه لأنه قد زجره، أو قد يعني نهره على أمر وقع فيه. فالنفوس تتغير، والتعاملات يكون أصلها هذا الباب هو مسألة الهوى أو النفس على ما تتأثر به. ولذلك لم نجد رفعة لا للشيخ ولا للتلميذ. أما إن كان الأمر على الاستقرار بالتبادل في الاحترام والتوقير والتبجيل ومعرفة الفضل، ترى ما تراه الآن، ما يعني ما كان في رفعة الأمة، يعني في زمان الشافعي ومالك وأحمد، زمان أبي حنيفة، الأمة كانت في السماء ورأت وكانت خفاقة عليا. لما؟ لأن الجميع كانوا يعرفون فضل أهل العلم. تعرف هناك مصيبة وقعت على وكيع من الجراح الرؤاسي. وكيع من الجراح الرؤاسي أحمد كان يقدمه على الثوري، وقعت له مصيبة في رواية كان يرويها على إصبع النبي، دعنا لا نقولها أحسن، لكن هذه مصيبة وقعت له. وكان بمكة، فوالي مكة حبسه، ولما وصله ما قال من الحديث أراد قتله، كفره أراد قتله. يا رب ارزقنا الأدب يا رب. وكان بين وكيع وابن عيينة إحن، أقران إحن كان بين ابن عيينة وبين وكيع. وكيع قال كلمة عجيبة جدا، قال: جاء الوقت الذي نحتاج فيه لهذا الرجل، على معين، لأن معين طبعا كان إمام مكة، عالم مكة،
وكان له مكانة عند الوالي، وكان له مكانة عند الوالي، والمخالفة هنا كانت شديدة بين الوكيع وبين ابن عيينة، والذي أنقذه هو ابن عيينة. ذهب إليه قال: ما تعلم من وكيع، أو تعلم وكيع ووزن وكيع في الأمة، أو تعلم، ووجه التوجيه في الحديث الذي أخذ على وكيع بهذا الباب. تركه الوالي، ولما تركه الوالي جاءته رواية عن عائشة أثبتت عنده ضلال الرجل في الرواية، فقال لابد من قتله، فبعث خلفه الطلب، فأسرع ابن عيينة فأرسل إليه فقال: خذ ناحية المدينة لا ناحية الكوفة، فإنهم يبحثون عنك، وإن وجدوك قتلوك. فأنقذه مرتين، وكان بينهما إيش؟ إحن ما يعلم بها إلا الله جل وعلا. فلذلك لما يعرف العالم قدرة الطالب، والطالب يعرف قدر العالم، ويكون الأدب المتبادل وأيضا التوقير المتعالي، هذا أمر يسرع بالإنسان إلى المعالي. لذلك قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فانظر هنا الأدب مع أهل العلم كيف ارتقى بهم مرتقا صعبا جدا، لا أحد يصل إلى هذه المنزلة بحال من الأحوال إلا إذا كساه الأدب الراقي. قال عبد الله بن المعتز: العالم يعرف الجاهل لأنه قد كان جاهلا قبل، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما قبل. وكلام من ذهب، هذا كلام من ذهب، طبعا هذا في كتب الخطيب كثيرة. يعني هو بيقول: أما العالم فيعرف الجاهل، لماذا؟ لأنه مر بهذه المرحلة، وأما الجاهل فلا يعرف العالم لأنه لم يمر بهذه المرحلة. وكفى بالعلم شرفا أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وأن الحيتان في البحر يستغفرون لأهل العلم، وحتى النملة في جحرها تستغفر لأهل العلم. قال علماؤنا: من أشد العقوبات، وده الذي حاولت أن أبين فيه أن الله قد يجعل لبعض الطلبة عراقيل من أجل أن يحجبهم عن العلم، لحكمة عنده يعلم بالقلوب، يعلم حكمة عنده قد يحجبه عن المجالس، بل يحجبه عن العلم كلية. لذلك قال بعض النبلاء من الحكماء، قال أشد العقوبات على الإطلاق أن يحرم الله الناس من أهل العلم، من أشد العقوبات. شوف انظر إلى التصريح في هذا الباب، من أشد العقوبات من الله على العباد أن يحرمهم من أهل العلم. فبقبض أهل العلم تخلو الدنيا من الاستنارة، من الإضاءة. لما مات زيد بن ثابت قال ابن عباس: تسألونني كيف ذهاب العلم؟ ذهاب العلم بذهاب أهلي. قال ابن عيينة: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل من موت أهل العلم؟ وأي عقوبة أشد على أهل الجهل من موت أهل العلم؟ إذن يجب الأدب مع العلماء لأنهم أهل الذكر والفتوى. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل الحياة لا تستنير ولا تستضيء ولا تستقيم ولا يعلو شأنها إلا بوجود العلماء. قال ابن حزم: فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة في أولها وآخرها عن آخرها. ثم قال: فإن لم يجدوا في محلاتهم من يفقههم في ذلك كله ففرض عليهم الرحيل. شوف انظر، فرض رحيل، والناس إلى الآن لا يعرفون أقدار أهل العلم. قال: فإن لم يجدوا في محلاتهم من يفقههم في الدين، يعني عام، ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين،
في صنوف العلم، وإن بعدت ديارهم وإن كانوا بالصين. شوف كيف كان هذا العالم الرباني. يقول يحيى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم. قيل له: كيف ذلك؟ قال: أن آبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، أما العلماء يحفظونهم من نار الآخرة. قال بعض أهل العلم: من عاد السلطان خسر دنيا، ومن عاد العلماء خسر دينه. الحديث ظاهر: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. نعم. الأدب مع العلماء لأنهم أحسن الناس قولا. قال تعالى: ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولأنهم الهداة ولكل قوم هاد. العلماء هم ورث الأنبياء فاستحقوا التوقير والتبجيل، ولأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. لو تعلمون كيف كانوا يفعلون. كان قال التابعون: كنا نجلس في مجلس سعيد بن مسيب، ما كان إنسان يشتري على سعيد يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وسيأتي في كثير من أفعال العلماء النبلاء في مسألة الأدب مع العلماء. نكتفي بهذا، وأسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وبر. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. لو هناك أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.